مشروع ترميم الجدار القبلي بالمسجد النبوي الشريف أحد أهم الأعمال التطويرية اللي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. مبادرة الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بهدف إظهار القيمة الجمالية والتاريخية للجدار القبلي للثلاثة وسبعين متر اللي هي طول الجدار القبلي بالمسجد النبوي الشريف. من خلال أهم عملية ترميم تمت استقطاب خبراء عالميين مرممين على مستوى عالي، إشراك مجموعة من الشباب السعودي المختص ليظهر هذا الجمال في الجدار القبلي لكل من يزور المسجد النبوي الشريف. راح نتعرف اليوم على مشروع ترميم الجدار القبلي بالمسجد النبوي الشريف. يعد مشروع ترميم الجدار القبلي هو امتداد للمشاريع التطويرية التي يشهدها المسجد النبوي الشريف، وحظي برعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بأن يتم الترميم على مستوى عالي للكامل الجدار القبلي بمكوناته من القطع الخزفية الأثرية والتكسيات الرخامية. بداية المشروع كانت فكرة إزالة الدواليب الخشبية التي كانت تغطي تماما الجزء السفلي من الجدار القبلي. بعد كذا صار بدأنا في عملية الترميم. إعداد منهجية علمية لأعمال الترميم بما يتوافق مع المواثيق الدولية للترميم والمحافظة على المنشآت التاريخية. يعني استخدمنا أحدث التقنيات، استعنا بخبراء عالميين ومرممين على مستوى عالي من الحرفية وعلى مستوى عالي من الخبرة لتنفيذ أعمال الترميم اللي فعلا صارت في الجدار القبلي. الهدف الرئيسي للمشروع هو المحافظة على القيمة التاريخية والجمالية للجدار القبلي بما يحتوي على زخارف. يعد مشروع الجدار القبلي اكتشاف، ذكر ذلك سمو الأمير أنه يعد اكتشاف تاريخي بعد إزالة الدواليب الخشبية. تعرفنا على المكونات الأساسية للجدار، أحجار البازلت بسمك يتراوح من متر ونص إلى ثلاثة متر في منطقة المحراب، نوعية الرخام المستخدم، نوعية البلاطات، المونة المستخدمة في الجدار القبلي وفي التكسيات، الألوان، نوعية الألوان ودرجاتها ونسبها. كان في أجزاء مفقودة من الجدار، فثم تصنيع بلاطات مشابهة تماما للبلاطات الأصلية الأثرية بنفس المكونات ونفس التكنيك ونفس الحرفة. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة كان متابع للمشروع من بدايته، ذكر أن يتم الترميم على مستوى عالي وأن يتم الاستعانة بخبراء عالميين وأن يكون متوافق مع المواثيق الدولية للترميم والحفاظ على المنشآت التاريخية
بالإضافة إلى التركيز على إظهار القيمة التاريخية والجمالية للجدار القبلي. كان يتابع معنا في أعمال المشروع وجانا وزار المشروع أكثر من مرة، وكان يحثنا على الأعمال وعلى الإنجاز وعلى رفع المستوى العمل. تم استعانة بخبراء من هيئة المساحة الجيولوجية لتحديد نوعية الحجر المستخدم، لتحديد نوعية الحجر المستخدم، الحجر الأحمر المستخدم وأماكن تواجده. وفعلا كان الحجر موجود في منطقة بجوار أبيار علي، أحضرنا بعض الأحجار من منطقة أبيار علي وتم تشكيلها وتصنيعها وتشكيل الزخارف واستعادة الزخارف كما كان. نفس الشيء صار في الخشب، الخشب كان مدهون طبعا في عليه طبقات من الدهانات، تم إزالتها واستعادة الحالة الطبيعية للخشب. كذلك شبك النحاس تم برضه في نفس معالجته وتنظيفه وإعادته إلى حالته الطبيعية وتقويته وحمايته. سمو الأمير أمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله كان توجيه بأن تعاد الأعمال إلى أصلها، وأكد أكثر من مرة على هذه النقطة أن تعاد جميع الأعمال إلى أصلها، وفعلا هذا اللي صار. كان عندنا ثلاث ركائز أساسية في المنهجية، منهجية العمل. الركيزة الأولى إعادة الأعمال إلى أصلها، والاستبدال في أضيق الحدود، والمحافظة على أصالة الحرفة وأصالة المواد. أشهد أن